بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي، معكم اخوكم بالله محمد الويمي اكي ليو، و حاب اني اتكلم على سالفة الان. هالسالفة دي طبعا في شيء ابي اتكلم عليه قبل في احدى فيديوهاتي، قاعد غيرت اسلوب الكلامي كيف تحترف السنايبر وخليتها زي كذا. طبعا اشوف ان نص الشعب يعني مو متعودين على هالاسلوب من الكلام، كل واحد على انه عبر عن كرهه وما ادري شنو ذا. بس الشيء اللي يضحك ان هذا من الفيديوهات القليله اللي جايها فيوز واجد، فهذا الشيء يساعد القناه. فانا يعني مستغرب من الشعب اللي يتابعون اليوتيوب بصراحه اظن مو بعارفين شنو هم يبون. زين ما علينا، احنا جينا احنا نبي نتكلم على سالفة، وانا كنت بتكلم على سالفة اني انا منحاش من البيت، بس ان شفت انها مو بسالفة حماسية فبغير السالفة في هذا الفيديو. باختصار شديد ذيك السالفة ان انا انحشت من البيت ادور على ابوي، كله ابي القى ابوي وما قدرت القاه ذاك اليوم، ولقاني الشرطة ودوني الى المخفر، وفي المخفر وكلوني ككاوات وذا، وانا استانست حيل عد فشي يسمونه يعني الاهالي كانوا خايفين وما ادري شنو ذا، بس انا كنت بستانس قلت اي حلاوات كاكاوات وذا شيء عدل. زين السالفه اللي انا ابي اتكلم عليها البوليز ويوم انا صغير في حارتنا وذا. طبعا ويوم انا كنت ساكن في حارتنا عيالة الجيران الظاهر ان عندهم يعني عدد كبير من العيال بنفس العمر، ظهر خوال وناس يصيرون لهم ما ادري. المهم قائدة هالجروب بنت، زين وهالبنت ذي بصراحة كانت تضحكني ان على انها باد اس وعلى انها يعني خطيرة وداشرة ومن هالخرابيط ذي. عرفتوا ذي العود اللي يحرقونه الهنود اللي حق الريحة اللي صاير طويل، هذه قاعدة هي تشغله ذي وتسوي على النزقارة، وقاعدة جالسة في الحارة. تخيل بنت صغيرة جالسة في الحارة وقاعدة على انها تشب في ذي وحواليها اللي يصيرون لها عيال عمها ولا اخوانها ولا ذا. زين فاحدى المرات انا برجع من البيت من البقالة، زين شاري كم من اغراض الا شو يسمونه اشرت حق اللي يصيرون لها انه وقفوا ذا. زين وقفوني، قالت لي ما نسيت ايش قالت بالضبط، بس قالت شو يسمونه وقف. قلت ما قلت شيء، انا قمت اطالع فيها. قالت ايش فيك قاعد تطالع؟ انا ما جاوبت، ما اشوف الا تقول قاعده تطالع ذي، تاشر على يدها اللي على انها قاعده بداخله. زين قالت ايه هذه زقاره، انتبه لا اشويك ابها الحين. زين انا بس قاعد اطالع زي اللي بس مستغرب على خايف شوي على يعني شو يسمونه. حواليها كان يمكن اربعة وهي الخامسة، فالعيال كلهم على ان محاوطيني وذا. زين ما اشوف الا شو يسمونه قامت تسوي الكعة، ما ادري شلونكم تعرفون شنو التكع، بس الكعة هذه حركة في اليد. عرفتوا موني موني ناس ناس دعاية البامبرز اللي أشر بيده على انه هاي فايف ولا ذا بخمسة صابع بعدين اقعد سكر وفتح سكر وفتح، هذه نسميها احنا ما ادري كان في كل مناطق السعودية، بس احنا نسميها في الحسا انها كعة يكع عليك ولا ذا، ما لها معنى يعني عميق كما اظن، بس انه على انه مالت عليك هذا ايش معناتها انك تكع على واحد. فالمهم هي على ان شو يسمونه قالت ها شوف ذي قامت كع علي. انا شو يسمونه انا ما جاوبت لسه، ما تكلمت ولا شيء، ما اشوف الا هي زهقت وقالت خلاص بس راح امشي ولا وانتبه ما عاد اشوفك انا مره ثانيه. زين ولا شو يسمونه ولا اشويك انا اشويك. فهالبنية ذي بنت الجيران ضحكتني بصراحة، أنا الحين بعد ما يعني أتذكرها أنا الآن ك
كنت أظني في وقت إني أتكلم على سالفة ثانية، بس يبدو إن الفيديو قرب يخلص اللايف بلاي الجيم بلاي، بس إني أبي أتكلم على لايف بلاي. أنا ناوي إني أسوي لايف بلاي على كم من شيء، بس بشكل عام أنا ناوي إني أسوي لايف بلاي على ساينت هيل 3 و ليج أوف ليجند الدومينيون ولا حاجة زي كذا. أبي أسوي هاللعبتين ذي، فودي اني اعرف شنو احسن وقت بالنسبة لكم يا الفيور. واذا يعني شفت الوقت اللي تكتبونه في الديسكريبشن بحاول اني اشبك في هالوقت ذا واني العب اللايف بلاي مال سايلنت هيل او شو يسمونه ذي ليج اوف ليجند. طبعا كول اوف ديوتي فيها شوي مشاكل، فما بقدر اسوي لايف بلاي على كول اوف ديوتي، ما يندرى ليش، بس نشوف احنا اذا بنحل، اذا يعني بنقدر عفوا نحل المشكله ذي ولا لا. على اي حال ان شاء الله السالفه ذي سلتكم ويعني استانست عليها وتعلمتوا فوكابلري جديد. هذا من الفوكابلري الحساويه كما اظن كعه. اي قل حق اهلك شو يسمونه شنو معناتها كعه، اذا ما عرفوا ذيك الحزه تفاخر وبعدين اشكرني انت بعدين بيشوفون انك واو ولدنا قام يتعلم كلمات ما لها داعي بس ما يخا قام يتعلم واو. You're welcome. على اي حال كان معاكم محمد الويمي AKA ليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يومكم سعيده والى اللقاء.